لكن سؤالي هنا كفرد، كيف أميز بين المتجر الإلكتروني الموثق والمتجر المحتمل؟ ببساطة تسأل عن سجله التجاري وتتأكد من سجله التجاري أنه حقيقي، أو تتأكد من وثيقة العمل الحر وتتأكد منها. وهذا السؤال مهم، عارف ليش إسماعيل؟ لأن رصدنا الفترة الأخيرة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات في الانستغرام وغيره يضعون صور سجلات وهمية، يحطوا شعار معروف نصب واحتيال، يحطوا وثيقة عمل حر غير حقيقية. لذلك لابد أن يتأكد المتسوق الإلكتروني مع من يتعامل. إذا شاف سجل تجاري لابد أن يدخل على موقع الوزارة ويتأكد أن هذا السجل مربوط بهذه الصفحة والحساب الذي سيدفع له باسم هذه المؤسسة، يتأكد من رقم السجل عبر حساب الوزارة. ووثيقة العمل الحر قبل أن يتسوق بالمتجر لابد أن يتأكد من موقع وزارة الموارد البشرية أن هذه الوثيقة حقيقية وليست موضوعة للتزوير أو للنصب أو الاحتيال، أو يستغلها مثل ما يستغل شعار معروف يقول والله حسابي موثوق وهو في حقيقة الأمر حساب وهمي يمارس النصب والاحتيال، تطلب منه يصكك بلوك ما عاد تلقاه وتروح عليك فلوسك، وقد تقع في يعني وأنت لا تعلم بالشراكة في جريمة لأنك حولت فلوسك لحساب مجهول قد يستغل أموالك. هذه مشكلة، لابد كل شخص يحتاط لتعاملاته التجارية. طيب هنا مسؤولية الفرد ومسؤولية المؤسسات. طيب